جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة وتم خلال الاتصال الهاتفي تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات